خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر وخلينا نتكلم اكتر على معرض الحرف التراثيه والمنتجات اليدويه اللي بيتم تنظيمه في محافظه الجيزه والحقيقه في اقبال كبير جدا عليه هذا المعرض بيعرض منتجات صناعات يدويه وحرف تراثيه باسعار مخفضه مقارنه بالاسواق الخارجيه طبعا المعرض كمان بيتيح فرص تسويقيه لاصحاب الحرف والصناعات اليدويه من ابناء محافظه الجيزه ده طبعا بجانب بقى منتجات التمور والاثاث والعطاره اللي بيشارك فيها او بها عدد كبير من العارضين من محافظات مختلفه صناعات يدوية وورش فنية يشملها معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية الذي تحتضنه محافظة الجيزة، وتم إطلاقه في إطار التعاون بين محافظة الجيزة وسفارة اليمن. يتيح المعرض الفرصة للراغبين في التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي يتم تنفيذها خلال الفعاليات. يستهدف المعرض ايضا اتاحه الفرص التسويقيه لاصحاب الحرف والصناعات اليدويه من ابناء المحافظه للتعريف بمنتجاتهم الى جانب الترويج السياحي لمقاصد المحافظه السياحيه ويشتمل المعرض على أقسام خاصة بأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من قرى محافظة الجيزة من منتجات السجاد اليدوي والفخار والمصنوعات الجلدية والزجاجية والخوص إلى جانب منتجات التمور والأثاث والعطارة من محافظات الوادي الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية. ويتميز معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بحجم المشاركة من العارضين وتنوع وجودة المنتجات المعروضة التي تقابلها مميزات العرض بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، ويشارك في المعرض 35 عارضاً في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.